بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباب الصغار، تلاميذ الصف الأول الابتدائي بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، أسرة وقسم الرياضيات يرحب بكم ويحييكم. أهلا بكم يا أصدقائي مع درس جديد من الدروس المصورة لمادة الرياضيات مع معلمكم حامد المغازي مدرس الرياضيات. أرجو يا أبنائي التركيز والانتباه، ولا تنسوا لمن لم يشترك بهذه الصفحة أن يشترك ويفعل جرس التنبيه ليصلكم كل جديد إن شاء الله. وقبل أن نبدأ لابد أن تحضر كتابك وقلمك وأدواتك التي سنستعملها إن شاء الله. عنوان الدرس يا أبنائي هو الأعداد الترتيبية الجزء الثاني، وهو من دروس الوحدة الأولى، الدرس السابع كما عرفنا من قبل. هدفنا لهذا اليوم يا أبنائي هو أن نحدد مواقع الأشياء أو الأشخاص في موقف ما بالأعداد الترتيبية. هيا بنا يا أبنائي ننظر إلى هذه الفراشات الجميلة ونتعرف على ألوانها ونعرف أماكن ترتيبها. هيا بنا نبدأ من جهة اليسار. الفراشة الأولى لونها أزرق، والفراشة التي بعدها الثانية لونها أخضر، والفراشة التي بعدها لونها أصفر، والفراشة التي بعدها لونها بنفسجي، والفراشة الأخيرة لونها أحمر. نعم، الآن يا أبنائي نبدأ بالفراشة الزرقاء. ترتيب الفراشة الزرقاء يا أبنائي؟ نعم، الأول. والفراشة الخضراء ما ترتيبها؟ الثاني. والفراشة الصفراء ما ترتيبها يا أصدقائي؟ نعم، الثالث. والفراشة البنفسجي ترتيبها؟ نعم، الرابع. والفراشة الحمراء ما ترتيبها يا أصدقائي؟ الخامس. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، فالأعداد الترتيبية يا أبنائي هي وصف مكان شيء ما بطريقة مرتبة من الشيء الأول. هيا بنا نسترجع معا الأعداد الترتيبية. انتبهوا، واحد يعني الأول، اثنان يعني الثاني، ثلاثة يعني الثالث، أربعة يعني الرابع، خمسة يعني الخامس، ستة يعني السادس، سبعة يعني السابع، ثمانية يعني الثامن، تسعة يعني التاسع. نعم يا أبنائي، بارك الله فيكم. عشرة العاشر. نعم،
بطريقة أخرى الآن انظر ابن الحبيب إلى هذه الأسماك الجميلة. لدينا خمس أسماك ونريد أن نعرف ترتيب هذه الأسماك ومن أي اتجاه سيتم ترتيب هذه الأسماك. نعم، نبدأ من أسفل يا أبنائي، هكذا من أسفل إلى أعلى، السهم يتجه إلى أعلى. بدأنا من أسفل، ما هو السمكة التي ترتيبها الأول؟ نعم، السمكة البنفسجية هنا ترتيبها الأول. أحسنتم، بارك الله فيكم. السمكة الخضراء، انظروا إلى السمكة الخضراء، سأضع عليها دائرة. ما ترتيب السمكة الخضراء يا أبنائي؟ عد من تحت، الثالث. والسمكة الحمراء الأعلى، ما ترتيبها يا أبنائي؟ الخامس، بارك الله فيكم يا أبنائي. إذن كان الترتيب هنا يا أبنائي من الأسفل إلى الأعلى، بارك الله فيكم. الآن يا بني افتح كتابك وابدأ بحل تدريب واحد واثنان وثلاثة وأربعة، صفحة 49. هيا بنا نعرض عليكم هذه الصور، صور الطيور الجميلة وهذه العصافير ذات الألوان المختلفة، ونجيب على السؤال. استعمل الصور للإجابة عن الأسئلة. السؤال الأول يا أبنائي، ما ترتيب العصفور الأصفر؟ انظروا إلى العصافير، العصفور الذي تحت البنفسجي ترتيبه الأول، العصفور الأصفر آخر عصفور فوق. وضعنا عليه هذه الدائرة السوداء، ما ترتيب هذا العصفور؟ نعده يا أبنائي كده، السادس. أحسنتم يا أصدقائي. طيب السؤال الثاني، ما ترتيب العصفور البرتقالي الذي تحته؟ تعرفون الألوان، العصفور البرتقالي هذا الذي وضعت عليه دائرة برتقالية، ما ترتيبه يا أبنائي؟ من تحت، نعد من تحت، الترتيب من تحت إلى أعلى أو من أسفل إلى أعلى. نعم، إنه الخامس. السؤال الثالث يا أصدقائي، ما ترتيب العصفور الأزرق؟ ترون العصفور الأزرق، ما ترتيبه يا أصدقائي؟ نعم، نضع عليه دائرة، ترتيبه هو الرابع. السؤال الأخير، ما ترتيب العصفور الذي بعد العصفور الأزرق مباشرة؟ ها؟ اللي بعد العصفور الأزرق وهو البرتقالي، ما ترتيبه يا أصدقائي؟ انتبهوا، ما ترتيب العصفور الذي يأتي بعد العصفور الأزرق مباشرة إلى أعلى؟ نعم، نفس الترتيب، الخامس. نعم، بارك الله فيكم يا أبنائي. نعم، لذلك يا أبنائي نكون اليوم قد حققنا هدفنا، وهو استعمال الأعداد الترتيبية لوصف موقع شيء ما في موقف ما، وتساعدنا الأعداد الترتيبية في ترتيب الأشياء من أسفل إلى أعلى أو بالعكس من أعلى إلى أسفل. الواجب المنزلي اليوم يا أبنائي هو حل التدريبات من 5 إلى 9 بالكتاب المدرسي صفحة 50. وبذلك نكون قد انتهينا اليوم يا أبنائي من الدرس السابع من دروس الفصل الأول من كتاب الرياضيات الأعداد الترتيبية، والتي نستعملها في ترتيب الأشياء وفي السباقات المختلفة وفي ترتيب الفائزين. ولا تنسوا حل واجباتكم،
وطاعة والديكم والالتزام بالتباعد وعدم لمس الآخرين والمحافظة على غسل أيديكم دائما بالماء والصابون وارتداء الكمامة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلمكم حامد المغازي.